شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر اختتام أعمال القافلة الطبية بوحدة طب الأسرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين. وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لنحو 194 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.